الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى اكرمنا بهذا الحفل وصية مباركة في هذا المكان الطاهر وعلى هذه البقعة الطاهرة ومن سوس العالمة. كانت هذه المبادرة والحمد لله جاءت من المجلس الجماعي لأكادير واقترح علينا أن نقيم هذا الحفل المبارك بمناسبة شهر رمضان المبارك، والأمسية تزامنت كذلك مع الذكرى ذكرى وفاة محمد الخامس طيب الله تراه، واستجبنا لهذه المبادرة الطيبة والحمد لله. فطلبت المدرسة العتيقة حضروا فوق هذه البقعة الطاهرة لإقامة هذه الأمسية المباركة ولإحياء الليالي الرمضانية. في الحقيقة أن الطلبة ينتمون لهذه المدرسة، وكانوا في كل ليالي رمضان يقيمون الأمسيات مثل هذه في كل مكان، لكن إن شاء الله وشاءت الأقدار هذه المرة أن تكون هذه الأمسية فوق هذه الأرض السعيدة أكادير وفلا، ترحما أولا على شهداء الزلزال الذين دفنوا في هذا المكان الطاهر، وكذلك شهداء الزلزال في هذا العام الذين كانوا شهداء الزلزال في هذا العام، وترحما كذلك على شهداء هذا الوطن، وترحما على جلالة المغفور له محمد الخامس وبعده جلالة الملك الحسن الثاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يجعل هذا العمل المبارك في صحيفة مولانا أمير المؤمنين محمد السادس راعي هذه المدارس العتيقة وراعي الأمسيات الدينية في هذا رمضان المبارك. نحن في هذه الليلة المباركة كنا يعني مع مجموعة مباركة من طلبة المدارس العتيقة التي أتحفتنا يعني بأمداح نبوية أصيلة مغربية ارتكزت على إنشاد متني البردة والهمزية. فالبردة والهمزية هي عدة المنشد، ومن خصائص هذه المنطقة منطقة سوس العالمة أن الطلبة يتم تلقينهم يعني هذه القصيدتين الرائعتين لضرة المادحين الإمام البوصيري رحمه الله. فالحمد لله عشنا أجواء روحانية في هذه الليلة المباركة، وهذا هو دور الفعاليات الجمعوية والقائمين على الشأن الثقافي في هذه المدينة الذين تحسب لهم هذه الأنشطة الروحية. لماذا؟ لأن المديح السماع كان فيما مضى يعني ينحصر في الزوايا، ولكن الحمد لله في إطار الجمعيات الفاعلة في ميدان المديح يعني استطاعت أن تخرج من حضن الزوايا هذا التراث ونشره يعني في الملتقيات والمسارح والمهرجانات لكي يستمتع الزوار والساكنة بهذا الموروث الحضاري والتراث الشفاهي المغربي اللامادي الذي يعزز يعني تراثنا المغربي المتعدد الروافد في مجال المديح والسمع. وهذا هو دورنا كفرق وكجمعيات يعني أن ننشر ثقافة هذا السمع والمديح في مثل هذه الفضاءات، ومن أجمل هذه الفضاءات ونحن نتواجد في أكادير وفلا يعني هذا المنظر الجميل وهذا ذاكرة مكان يعني تتحدث عن التاريخ لهذه المدينة العريقة من خلال هذه الأنشطة المميزة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.